السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحباء الطلبة والطالبات، طلاب الـ MBA، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في باسط أكاديمي، مع حضراتكم البروف من باسط أكاديمي، وهنشتغل مع بعض إن شاء الله بإذن الله مادة الليدرشيب أو اللي إحنا بنقول عليها كده الـ MGT 560. الفيديو ده فيديو تعريفي كده بسيط بالمادة بتاعتنا وهنتكلم فيها عن إيه، وهنوضح مع بعض كده أهم النقاط اللي موجودة في المادة بتاعتنا. هيكون معاكم في المادة زي ما إحنا اتفقنا البروف تحت رعاية باسط أكاديمي. باسط أكاديمي بتقدم شروحات لكافة المواد اللي من ضمنها مواد الـ MBA اللي هي الليدرشيب. اللي حابب فيكم يتابع باقي المواد اللي موجودة معانا على الموقع بتاعنا يقدر إن هو يتواصل على باسط أكاديمي أو عن طريق إن هو يتواصل مع الواتساب رقم التليفوني اللي موجود قدام حضرتك. تعالوا كده في الفيديو التعريفي ده مع بعض نشوف الأول المادة بتاعتنا بتتكلم عن إيه. أول حاجة المادة بتاعتنا هتتكلم عنها تتكلم عن الليدرشيب. ايه هي الليدرشيب؟ وهنعرف مع بعض ان الليدرشيب ده معناها قدرة شخص ان هو يوجه مجموعة من الاشخاص في سبيل ان هم يحققوا اهداف معينة. التيم ليدر ده ليدرشيب، بيمارس الليدرشيب. المانجر بتاع الشركة المفروض يكون عنده ليدرشيب. اي جروب تحت مني وانا بقودهم عشان يحقق مهمة معينة، هنا لازم نطبق مفهوم الليدرشيب. وهنعرف كمان ان احنا عندنا الليدرشيب ديت هي عبارة عن بروسيس، عملية ليها مجموعة من الخصائص، وهنعرف مع بعض ايه الخصائص اللي المفروض تكون موجودة عندنا وايه الستبس والخطوات اللي احنا المفروض نمر بيها. وهنعرف كمان ان بعض الناس بيكونوا بطبيعتهم موهوبين وعندهم السكيلز وعندهم النوليدج وعندهم التريتس، الخصائص اللي تأهله كليدرشيب. فهنعرف مع بعض التريت ليدرشيب اللي هي القيادة عن طريق الخصائص، بمعنى ان انت بتكون شخصية وربنا عطلك خصائص معينة، عطلك مواهب معينة تأهلك ان انت تكون ليدر. وهنتكلم عن نقطة من اهم النقط اللي ممكن تقابلنا مع بعض. What is the difference between management and leadership؟ ايه الفرق ما بين المانجمنت وبين الليدرشيب؟ واخر حاجة هنتكلم عنها، هنتكلم عن السكيل ابروتش، ازاي ان انا استخدم مدخل السكيل المهارات الشخصية في ان انا اقود الشركة بتاعتي واوجهها، وكمان هنتكلم عن التريت ابروتش. طبعا ده جزء بسيط جدا من المحتوى بتاع المادة بتاعتنا، ولكن في عنوان كتير وفي حاجات كتيرة جدا موجودة في المادة بتاعتنا. احنا بس اخدنا زهرة من بستان الليدرشيب. البستان بتاعنا مليان كتير جدا وفي ازهار مختلفة كتيرة جدا، احنا اخدنا زهرة واحدة بس من باقي الازهار اللي موجودة عندنا. وهنبدا كده مع بعض انا وانت ان شاء الله نوضح مفهوم الليدرشيب وهنعرف يعني ايه الليدرشيب. خليك كده معايا. هنبدا اول حاجه كده مع بعض نتكلم فيها what is the meaning of leadership، يعني ايه كلمه leadership ويعني ايه كلمه قياده. نركز كده مع بعض في المفهوم ده ونفهمه كده مع بعض، وبعد كده نبدا نشوف هنعمل ايه. الليدرشيب معناها شباب او القياده معناها ان بيكون في عندنا شخص معين والشخص ده عنده القدره ان هو يوجه الاشخاص في سبيل تحقيق هدف معين. على سبيل المثال نفترض مثلا ان احنا عندي مجموعه من الاشخاص، ادي جروب قدامك اهو، 1 2 3 4 دي الاشخاص اللي موجوده عندنا، تمام. الاربع اشخاص دول عايزين ان هم يعملوا سيلز مبيعات، وطبعا احنا عارفين المبيعات او السيلز بيكون لها تارجت او بيكون لها هدف. نفترض ان هدف المبيعات بتاعتنا ان احنا نوصل ل 100 مليون ريال في السنه، ده التارجت بتاعنا، تمام. طيب مين المجموعه اللي هتحقق المبيعات دي؟ الاربعه دول، 1 2 3 4. فالمجموعه دي هدفها ان هي تحقق مبيعات ب 100 مليون جنيه. قال لك انا لو سبت المجموعه دي تشتغل بمزاجها وتشتغل بدماغها من غير ما اوجههم واعرفهم واقول لهم يعملوا ايه عشان يحققوا التارجت، فمش هيحققوا. فكان لازم ان انا اجيب شخص خبرة في المبيعات، شخص كبير، شخص فاهم، شخص ذكي، شخص طموح، شخص عنده المؤهلات اللازمة ان هو يحقق التارجت ده، وابدأ اقول له وجه لي المجموعة دي، اعمل لهم دايركت، وجههم وارشدهم ازاي يحققوا التارجت ده. في الحالة دي انا لما اجيب الشخص اللي موجود قدامك ده وخليه يوجه مجموعة من الأشخاص اللي هي 1 2 3 4 جروب معين علشان يقدروا يوصلوا لتارجت معين، أهي دي بقى اللي بنسميها أنا وإنت الليدرشيب، أو بمعنى أصح القيادة. وبالتالي أنا لما أجي أعرف الليدرشيب أو لما أجي أعرف القيادة هقول إن القيادة هي عبارة عن إيه؟ قدرة شخص، اللي هو الأول ده
الشخص الأول ده يا جماعة بنسميه في المفهوم بتاعنا الليدر، أو بنقول عليه القائد. قدرة الشخص ده إن هو يوجه مجموعة من الأشخاص، أو إن هو يأثر في مجموعة من الأشخاص. مجموعة الأشخاص اللي أنا بأثر فيهم دول أو بوجههم دول بنسموهم كده في المادة بتاعتنا الفولورز، التابعين. يبقى أنا كده عندي قائد الليدر أهو، وعندي فولورز التابعين. طيب أنا خليت القائد أو الليدر ده يوجه المجموعة دي ليه؟ قال لي عشان نحقق تارجت، وعشان نحقق هدف معين. خد بالك إن التارجت ده هو هو هدف الليدر، هو هو هدف الفولورز، فالاتنين دول بيسعوا مع بعض في نفس الاتجاه. السؤال بقى دلوقتي، ازاي الليدر ده يقدر يوجه المجموعة دي الفولورز بتوعه التابعين عشان يحققوا الاهداف بتاعت الشركة؟ قال عن طريق ان هو يكون انفلونسر، ان هو يكون مؤثر فيهم. والتأثير هنا معناه ان الشخص ده يكون عنده القدرة ان هو يغير مفاهيم الناس دي، يكون عنده القدرة ان هو يغير سلوكهم، يكون عنده القدرة ان هو يغير انطباعاتهم، طريقة تفكيرهم، في سبيل ان هم يغيروا من شخصيتهم ويغيروا من نفسهم عشان يقدروا ان هم يحققوا التارجت بتاع الشركة. طبعا المهمة دي مش محتاجة اي شخص والسلام، ده محتاجة شخص يكون عنده سكيلز معينة، مهارات معينة، سواء كانت مهارات عقلية او مهارات شخصية او مهارات ذهنية او مهارات فيسيولوجية. طبعا الليدر هنا لازم يكون شخص انتر اكت، متفاعل مع المجموعة دي، يتقبل رأيهم، مش جاست ان هو بيدي اوردر وسلام. الليدر بتاعنا لازم يكون عارف كل شخص من الاربعة دول السمات الشخصية بتاعته، علشان يكون عارف هو هيقومها ازاي، وعلشان يكون عارف هو هينميها ازاي في سبيل تحقيق الهدف بتاعنا. وبالتالي نقدر نقول ان عملية الليدرشيب رقم واحد هي بروسس، عملية بين الليدر والفولورز، لان في انتر اكشن بين الاثنين. رقم اتنين، عشان يكون في ليدرشيب لازم يكون في جروب من الفولورز. رقم تلاتة، عشان يكون في ليدرشيب لازم يكون في انفلونس، تأثير من الليدر على الفولورز. رقم اربعة، عشان يكون في ليدرشيب لازم يكون في كومن تارجت، هدف مشترك بين الليدر وبين الفولورز، ان هم اهدافهم كلهم واحد. وده كان توضيح بسيط لمفهوم الليدر شيب، عن الفرق ما بين التريت ليدر شيب والفيرسوس ليدر شيب. نمسك كده اول جزئيه واول جزء موجود معانا اللي هو التريت ليدر شيب. التريت ليدر شيب يا جماعه اسمها القياده بالخصائص. يعني ايه القياده بالخصائص؟ القياده بالخصائص عشان نسهل الموضوع، معناها ان في بعض الناس وفي بعض الاشخاص بيبقوا موهوبين بالفطرة. يعني انا مثلا بكون شخص اوريدي مولود وانا عندي خصائص معينة وعندي موهبة عالية تؤهلني ان انا اكون ليدر. لان احنا قلنا ان الليدر محتاجة مجموعة من الخصائص، محتاجة مثلا يكون عندك كاريزما، محتاجة مثلا يكون عندك حزم، محتاجة مثلا تكون راجل ناصح، تكون مثلا فائق الذكاء. الخصائص دي كلها لما بيكون في شخص مولود بيها وهي اوريدي موجوده في شخصيته، ما اكتسبهاش، هو مولود فيها، تمام كده؟ في الحاله دي بنقول ان الشخص ده قائد بالفطره. وقائد بالفطره هنا معناها ان هو عنده كافه الخصائص اللازمه لحدوث الليدرشيب. فالتريت برسبكتيف هنا معناها سجست ذات سيرتن انديفيدوال، ان في بعض الاشخاص اوريدي هاف سبيشال انت اور امبورن كاركترستكس، ان بيكون في عند الاشخاص هم اوريدي بيكون عندهم سمات خاصه. زي مثلا لما اقول لك ان واحد عنده الحاسه السادسه مثلا، فدي حاجه خاصه بالنسبه له، اور انبورن كاركترستكس، او هم مولودين بخصائص معينه او كواليتيز، مؤهلات معينه ذات ميك زيم ليدر. فده احنا بنسميه كده عند قائد بالفطره، and that is these qualities that differentiate them from non-leader. والخصائص اللي هم مولودين بيها والسمات الشخصية بتاعتهم اللي موجودة في شخصيتهم هي دي اللي بتؤهلهم وبتعرفنا ان دول بطبيعتهم ليدر، يختلفوا عن اي حد تاني. طيب قول لي بقى ايه الخصائص اللي ممكن تكون موجودة في الشخص دي، الخصائص الخاصة، او ايه الحاجات اللي ممكن يكون اي حد فينا مولود بيها وتؤهله ان هو يكون ليدر. قال لي some of the personal qualities used to identify leaders include. تعال نشوف ايه هي السمات الشخصية اللي ممكن تعرفنا مين الليدر. اول حاجة عندي physical factor، عوامل مادية.
والعوامل المادية بقى يا جماعة اللي هي العوامل الجسمانية، بتلاقي مثلا في واحد كده طويل تمام، او ممكن مثلا تلاقيه بودي بيلدينج تمام. فلما يكون عندي انسان طويل كده وبودي بيلدينج وشخصية كده في نفسه وجسمه كويس والعرض بتاعه وكلام من ده كله، فدي بنقول عليها الفيزيكال فاكتورز، العوامل الشخصية اللي بتؤهلني ان انا اكون ليدر. طبعا ده بخلاف ان يكون في عند شخص قصير، فالشخص القصير سماته الشخصية اللي هو مولود بيها لا تؤهله ان هو يكون ليدر. عندي personality features، سمات شخصية جوه الشخصية ذات نفسها، وعندي other characteristics، سمات تانية زي مثلا الذكاء، وعندي الفلوانس، الطلاقة والكلام ده كله. فكلمة trait perspective زي ما احنا قلنا خلاصتها ان انت بتكون مولود وعندك خصائص في شخصيتك وفي جسمك وفي ذكائك وفي عقلك، سواء كانت سمات شخصية او سمات في الفيزيكال فاكتورز جسمك ذات نفسه. وبكده نكون عرفنا في الفيديو ده كده مع بعض يا شباب ايه هي الليدر شيب وايه هي التريت ليدر شيب، عشان نتابع باقي الاجزاء بتاعت الماده وعشان نعرف باقي المكونات بتاعت الشابترز بتاعتنا، وايه هي البروسيس ليدر شيب وايه هي التريت بشكل مفصل اكتر. هنقدر نتواصل على باسط اكاديمي من خلال الويب سايت اللي موجود قدام حضراتكم ده، او هنقدر نتواصل عن طريق رقم الواتساب اللي موجود قدام حضرتك. متوفر على الاكاديميه باقي فيديوهات شرح الماده للمادة بتاعت الليدرشيب وباقي المواد الأخرى الخاصة بمستويات الـ MBA. شكرا لحضراتكم، ونشوف حضراتكم في فيديو جديد على خير إن شاء الله.